appelé Jésus. Bismillah, le bénévole Kodos, ami. أولا إخوتي بهاليوم المبارك نحتفل بعدة مناسبة كتير كتار بلش بأول مناسبة يلي هي ختانة الرب يسوع عيد ختانة الرب يسوع لا فين دو لا سيركونسيزيون دو نوتر سينيور يسوع هيدا العيد إخوتي عيد يهودي أكيد ما بقى عنا نحن ختانة بالكنيسة الكاثوليكية بكنيستنا مع العهد الجديد مع يسوع المسيح ما بقى نعمل ختانة وعيد مثل هالعيد هيدا بعدهم اخواننا اليهود اكيد والاسلام كمان بيعملوا هالعيد هيدا ولكن نحن هيدا العيد ما بقى عنا ايه ما بقى نعمله مع اولادنا ونحتفل بهيدا العيد مثل ما كانوا يحتفلوا فيه اليهود بعد 8 سنين 8 ايام من ولادة الطفل بيحتفلوا بهالعيد بيجيبوا الطفل بيعملوا له ختانة بيعملوا عيد ليش كان يصير هيك؟ هالختانة لا سيركونسيزيون يعني عملية التطهير يومي طبيا ولأنه مع إبراهيم الرب عمل عهد عهد مع ابراهيم وقال له انه بدكم انتم تعيشوا هالختانه هيدي مع اولادكم بعد 8 ايام من اجل علامتين مهمين اول علامه انه ابنكم من بعد 8 ايام هو بيكون عم يلتزم من خلالكم انتم بالعهد الرب عهد الخلاص الوعد بالخلاص اللي هو رح يتم بالمسيح بملء الازمنه وهالمسيح بده يخلص هالبشريه وبلش من هذيك الايام من هيدا العهد مع ابراهيم بسفر التكوين ناطرين المخلص يلي بده يرجع لهم الحياه السماويه اللي فقدوها بالخطيه هيدي كانت القصه انه نرجع منموت مثل ادم وحواء قبل الخطيه نرجع نعيش الفرح الرائع مع الرب نرجع نعيش الحب الرائع والسلام الرائع يرجعنا الرب على هالجنه الرائعه يلي خلقنا فيها وهيدا العهد ضلوا ناطرينه من ايام ابراهيم اليهود بعد ناطرينه نحن اختتم هالعهد القديم كله بمجيء الرب يسوع بتجسد المسيح الملك بيسوع المسيح وكانت هالختانه هيدي كمان علامه ثانيه الانتماء لشعب الله يلي كانوا البيبل ام اليهوديه ما يخدموا اولادهم يطلعوهم من شعب الله يحرموهم يفللوهم من شعب الله وكانوا ملزومين بهالختانه هيدي لانه علامه انتماء لشعب الله انتظار العهد تحقيق عهد الخلاص بالمسيح وثاني شيء ينتبهوا لهالشعب والا ما بيعمل ختانه بفلل وكانوا بهالختانه يعطوا اسم للبلد يعطوا اسم ما كان في معموديه نحن بالمعموديه بنعطي اسم بالمعموديه اسم المعموديه ولكن عند اليهود وقت الختانه بيعطوا اسم وهالاسم مش مثل الاسامي اللي بنعطيها اليوم تيتي وفيفي وريتي الاسم بده يكون اسم له معنى وداخل بالمعنى الخلاص كل اسم بالعهد القديم عنده معنى رائع يسوع يشوع اكيد سمعتوا بالليتورجيا بهالصلوات يشوع يعني الله يخلص يسوع الله يخلص هلا ترجموا جيزو جيزو ما لها معنى الا اذا رجعنا للمعنى الاصلي للاسم الاصلي بالعبراني او بالارامي مشان هيك انا ضد ترجمه الاسامي لجان يوحنا يوحنا يعني بالانجيل ما بحب يترجموا الاسامي لانه
للفرنساوي او للانجليزي لانه بيضيع المعنى بالترجمه. يسوع يعني الله يخلص. هيدا الاسم الرائع اللي اخذه يسوع مش من مريم ولا يوسف حتى الاسم، الله اعطيها الاسم، الله جاي من الملائكه. ورائع. لكن هالختين اخواتي خلصت مع يسوع المسيح. بالنسبة لنا كمسيحيين نحن هالختين انتهت، ونحن استبدلت هالختين بشو؟ بالمولي. نحن بقى ما بقى نعمل ختانة، صرنا نعمل معمودية، وهالمعمودية هي بداية عهد جديد رائع بحياتنا. هو العهد الجديد، واليوم يلي بيتعمد كمان يلتزم بالمسيح بالعهد الجديد ويلتزم بالكنيسة. نعم، مثل ما كان بالعهد القديم بالختانة يلتزم بالعهد، عهد الخلاص والانتظار على العهد، يلتزم بشعب الله، كمان المعمودية بتفوتنا بالعهد الجديد مع الرب، تلزمنا بالعهد الجديد، تلزمنا بيسوع، نغطس بيسوع. لا، جاي عيد الغطاس، نغطس بيسوع ونلتزم فيه، وأيضا نلتزم بكنيسته، بشعب يسوع المسيح، شعب المعمدين، هيدا أساس. وكلمة يسوع إخوتي هون بدي أوقف عليها كثير، لأنه كلمة يسوع كلمة صلاة، صلاة. أجدادنا وقت يصير معهم أيام صليبة، يسوع يا يسوع، تعرفوا شو هالكلمة؟ كلمة صلاة عجائبية، بيصلي بس يسوع. بطلب منكم اليوم هي صلوها من كل قلبكم، يا يسوع. هيك بس تلفظوا اسم يسوع يعني الله خلصني، يا الله ارحمني، انت اللي كنت من بين الاموات جعلني امن اكثر. يعني في له كثير معاني، بس صلي يا يسوع. يا ويلي شو بيجي على راسي، افكار روحيه رائعه بطلبها من الرب لحياتي. الله خلصني، الله ارحمني، الله زدني ايمان، الله ارفعني من هالارض التعيسه لارض السماء. هيدا شيء كثير رائع اخواتي. صلاه يسوع صلوها، اذا ما بتعرفوا تصلوا شيء صلوا يسوع. يسوع يا يسوع، هيك بنصمتوا هيك يا يسوع. قديش بتعطي معنى رائع وعميق للحياه. وتتذكروا وانتم بس تلفظوا اسم يسوع، كل الانجيل بيصير هون يمر براسكم، كل احداث الانجيل بحسب حالتكم انتم الشخصيه. وهيك بتطلع الصلاه نابعه من قلبكم من حياتكم. كلمه يسوع رائعه، صلوها وعلموا اولادكم. اذا صار شيء معهم، اذا شيء حلو يا يسوع، اذا شيء بشع يا يسوع، يا يسوع بشكرك، يا يسوع نجيني، يا يسوع خلصني، يا يسوع ارحمني، يا يسوع المجد لإلك على كل شيء عملته بحياتي. صلاة يسوع، اسم يسوع لازم يضل على لساننا ضروري ضروري. وننتقل من الختانة والمعمودية مع يسوع لقسم الثاني اللي هو عن السلام. أكيد هذا اليوم هو يوم العالم للسلام، وانا نصلي اليوم للسلام. هو يسوع السلام، يسوع هو السلام، وتعاليم يسوع هي اللي بتعطي السلام. ما في شيء غير هيك، هيدا ايماننا اخوتي. ما فيكم تعيشوا سلام لا على صعيد الوطن ولا بالعيله ولا على الصعيد الشخصي، ما فينا نلاقي السلام الا بيسوع المسيح. هيدا مبدأ رائع جدا، إيماني عميق. سلامي هو المسيح، هو اللي أعطانا السلام. خذوا سلام أعطيكم هذا السلام، سلامي هذا أعطيكم، السلام لجميع، السلامي معكم. مهم جدا السلام اللي أعطينا إياه المسيح، بيخلينا نعيش كل صعوبات، كل تعتاد ضعفة، كل خطايا، بيخلينا نعيش كل شيء
بسلام لأنه إيماننا فيه كبير ولأنه فرحنا هو في يسوع المسيح. نياله إخواتي بعيش سلام المسيح بقلبي. نحن بس ناخد السلام، هيدي تعليم كتير حلو بكنيستنا، يعني بكنيسة اللاتينية بيقولون يلا اعطوا السلام، كل واحد يعطي التاني السلام للنوكي. نحن لا، نحن بناخد السلام للمذبح. وهني بصلي انا على المارونه بكنيسه اللاتين كثير بيفرحوا بهيدا الشيء، بحسوا بشعور اخر انه انا ما كل يوم بسلم حد منك، بس مش كل يوم باخذ السلام من المذبح. بس كمان مش معناتها هن عم ياخذوا السلام من بعضهم، عم ياخذوا هلا مش ضروري، يعني هن روحانيا عم ياخذوا السلام من المذبح ويوزعوه لبعضهم البعض، بس يقلن الشماس انه عم تبدلوا السلام بعضهم لبعض. اكيد سلام يسوع فيه، بس الحركه الليترجيه حلوه، ناخذ السلام من مذبح الرب والخادم يوزع لنا السلام احنا من مذبح لبعضنا. اثنيناتهم عندهم نفس المعنى، ولكن الحركه بتعطي معنى ايجابيه مهمه للسلام. بس تعطوا السلام لبعضكم البعض وقت بتاخذوه من مذبح، فكروا كثير عن بعض السلام المسيح. نقول لخير سلام المسيح، سلام المسيح، سلام المسيح يكون معك. نحن بناخده بايدينا هيك السلام من المذبح، خوري بياخده وبيعطيه، واللي بده ياخده بياخده بايدين هيك وبيعطيه لخيه الانسان. قديش رائع الحركه، قولوا سلام المسيح، سلام المحبه، سلام المصالحه والغفران. نطلب من الرب يعطي هيك السلام لاولادنا لشبيبتنا اللي عايشين فوضى. ما بيقدر اليوم الشاب الصبي والولد حتى الولد الصغير ما بيقدر يعيش الا فوضى، بالفوضى بينبسط. ما في هيك هي روحانيه السلام. قديش مهم نعطي روحانيه السلام لاولادنا ولشبيبتنا. ما بينبسطوا الا بالضجه، بوم 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 بوم، بس يكون في ضجه وبيروح فيها، بس قعدوا بالسلام بيزهق، قعدوا برواق بيزهق من الصدر لاولادنا ولعيالنا. هيعيشوا هالولاد بسلام، هالاكرام 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 اللي عم يحضروا اولادنا شبيبتنا. يا ويلي شوف اشياء عاطله، اوقات لو رسوم متحركه شو ما كان عم بتفوت ضجه على راس اولادنا. مرض عم بيصير في مرض بالضجه من قد ما بيحضروا فلومي طالعة الناس، لو حتى للولاد الصغار فيها تقويس وفرودة وقتل ودمار، بيرموا على نفسية الضجة على الضجة. قديش بدنا نصلي لأولادنا يرموا بسلام، هيك يهدوا يعيشوا سلام رائع. وشبيبتنا كمان آخر شيء رأس السنة بختم بهالشيء هيدا بشبيه الإنسان مارباسين روس الكبير وغيرغوريوس يلي هن من ملافقة الكنيسة، معلمين كنيسة الكبار يلي كتير أعطوا الكنيسة من الناحية الليترجية، الصلوات اللي والتراتيل بسمعها لغريغوريان اتسترا كلها من قديس غريغوار سان غريغوار غريغوريوس. وأكيد باسيليوس أعطى الكنيسة كمان ليترجيا وله الدنيا علم كثير. وهالسنة اللي بدها تجي شو بتتمنى؟ شو ما بتتمنى؟ شو ما بتتمنى؟ أكيد هي الصحة والسلام والسلام. وشو كمان بتتمنى؟ الهداسة، نربح اللوتو. شو؟ وحدة الأحيان كمان رائعة. شو ما تتمنى؟ نربح باللوتو، نربح باللوتو. إيماننا رائع جدا، القداسة رائع جدا، السلام على لبنان والشرق. أمان. أهم شيء بتمنى لكم إياه إنه هالسنة الجديدة يكون في مشروع قداسة. قول يا رب نعم، يكون في محبة زايدة والسلام يسود بها العالم. نتمنى أشياء كثير، بس أنا بتمنى لكم إياه إنه يكون في مشروع قداسة بحياتكم. يقول أنا هالسنة عندي ألف خطيئة، عم بحكي عن حياتي، أنت وقلبي كثير،
بس انه عندي ألف خطيب يا هكتار ما فيني اشتغل عليهم كلهم خلصوا للسنة شو بدي اعمل نقي وحدة قول يا رب هالسنة هالخطيب هالخطيب بشرني منها اخلعني منها يا الخطيب يا هالسنة تعيش أكثر قداسة بحياتي خليني أتوب عن هالخطية وامحيها من الديكسيونير من الاعتراف تبعولي من ناحية الخطايا لأنه في كثير بيقولوا لي هن زيتهم أبونا قال لي استعيد زيتهم بدي أعرف شغلي إنه يا خيي في خطية كثير بدي إياها بشد كثير أنا بس عصب بشد كثير يا خيي بدي شيلها من أنا بسرب بدي شيلها من هيدي السنة إذا وصلت ب 365 يوم شيل هالمسافة من دماغي كون عملت مشروع قديش رائع بحياتي تخيل ليش بصيروا له شو بهيك سنة تخسرتها من مسافات القرايب شو هي أروع شيء ناس بصيروا يحتاجوني أكثر ناس بصيروا يقدروني أكثر ناس بصير بنظرهم أعلى وأسمى وغير كذاب والاشكال بدكم اياه نقوا خطية واحدة وشيلوا اذا وصلتوا لل 2019 محيطوا خطية هيكون رائع جدا الله يقويكم 2019 كانت مباركة ومقدسة بعد في 1999 بس محينا وحدة يا اخي كانت انتصار عظيم بطلت اولى من لستة تبع الخطايا تبعي باللي كنت رائعة شو رايك؟ هيدا مشروع قداسة وإذا بدكم يساعدكم كاهن تشيلوها ويساعدكم كاهن بدكم تقروا كتب روحية القديسين كيف هن انتصروا على خطاياهم كمان كثير بيساعدكم بالصلاة كثير بيساعدكم إنجيل كثير بيساعدكم بس توصلوا لمرحلة تنتصروا انتصرنا على خطية اليوم هالسنة انتصرنا على خطية بس بأكد لكم يلي بينتصر على خطية بتروحش 20-30 وحدة معه بيروحوا هيك بالعدية مع بيروحوا 30 وحدة أكيد 30 وأكثر أوقات إذا انتصرنا على وحدة بصيروا 20 وحدة بتمنى لكم إخوتي سنة مقدسة مشروع قداسي راح فكروا هلا بشي خطية بدكم تعكسوا عليها هالسنة هي بنوا وإن شاء الله تنتصروا عليها كل السنة وتنحوا هيك بصيروا أكثر قداسة Alors, pour nous, voilà, il y a des Français, rapidement, on a parlé de la fête de la circoncision de notre Seigneur Jésus-Christ. C'était une fête juive, bien sûr, mais elle n'est plus une fête chrétienne chez nous, parce que la circoncision était remplacée par le Saint-Baptême. Bien sûr, la circoncision était un signe de l'engagement de la personne dans l'Alliance, dans l'ancienne Alliance, alors c'est l'attente de Christ, notre Seigneur. Les Juifs jusqu'à maintenant fêtent cette circoncision parce qu'ils attendent encore le Christ. Pour eux, notre Christ, Jésus, n'est pas le Christ attendu. Et lui, c'est un engagement dans le peuple de Dieu, bien sûr. Mais le nom de Jésus, c'est Yeshua en arabe et Yeshua dans la langue. Bien sûr, hébreuse et syro-araméenne, et c'est-à-dire Dieu qui sauve. Et j'ai demandé à tout le monde de prier Yeshua. Moi, je n'aime pas la traduction des prénoms dans la Bible. J'aime bien conserver le mot, l'étymologie hébreuse dans la Bible, parce que ce sont des noms qui ont du sens, qui ont un sens missionnel. Chaque, comme Jean, par exemple, dans la langue, Yohann, c'est quelque chose qui dit une mission de miséricorde. Dieu est miséricordieux. Dieu qui fait miséricorde, c'est quelque chose. Et traduire en chant, ça un peu, ça décrit un peu l'étymologie et le sens du mot, du nom. Et bien sûr, vous demandez à tout le monde de prier Jésus. Yeshua, Yeshua. De tout votre cœur, priez Jésus. Yeshua, Yeshua. Parce que c'est un nom qui donne de la paix, qui donne le salut, qui donne vraiment la force et le courage d'être de bons témoins, les témoins de la foi dans ce monde. Et aussi pour la journée mondiale de la paix, notre monde est dans un désordre total.
même nos enfants avec les écrans, les jeunes et tout ça, ils aiment toujours le désordre total. Ils sont ici, ils sont dans le silence, ils s'ennuient. Et ils n'arrivent pas vraiment à vivre la paix, la sérénité. C'est pour cela que j'ai demandé à tout le monde de prier afin que la paix de Christ s'incarne dans nos enfants, dans nos jeunes, dans ce monde. Et pas seulement au niveau politique, bien sûr aussi, au niveau, parce que ça commence d'ici. Si l'enfant va être bien éduqué dans la paix, il sera un artisan de la paix. S'il ne sera pas bien éduqué dans la paix, il sera un artisan de la guerre. C'est avec les écrans, même avec les dessins animés qui sont pleins de violence et tout ça, l'enfant est en train d'emmagasiner, il est en train de devenir malade. C'est une maladie grave de perdre la sérénité chez les enfants et chez les jeunes. Et aussi, en troisième lieu, le projet de sainteté pour l'année, pour le nouvel an. Bien sûr, on souhaite beaucoup de choses, de bonne santé, etc. Alors, de gagner le loto, etc. C'est bien, c'est bon, c'est tout est bon, mais le plus important, c'est d'élaborer un projet de sainteté pour notre vie. Et comment élaborer ce projet de sainteté? Bien sûr, chacun de nous a une longue liste de péchés et de mauvaises choses, de mauvaises habitudes, etc. Il y a plein, vous savez mieux que moi. Mais j'en ai la plus longue liste moi-même. La longue liste, c'est moi. Mais pour un projet de sainteté, il faut choisir un petit péché, un seul péché, et dire que dans la 2017, je veux supprimer ce péché de la liste de mes faiblesses. Essayer de supprimer ce péché, de faire tout, de prendre un accompagnateur spirituel, un prêtre, n'importe. Et puis, ou bien de lire l'Évangile, des livres de saints, voilà, des livres des saints, etc. De faire tout, de prier, d'adorer le Seigneur, de supplier le bon Dieu, parce que c'est une grâce pour vaincre le mal dans vos cœurs. Alors c'est ce projet de sainteté. Et j'espère que chacun de nous choisisse aujourd'hui, bien demain, un péché, et de dire que dans le 2019, je veux le supprimer de ma liste. Amen. Non, mais il est vrai.